منذ أكثر من 9 سنوات وسوريا بشكل عام وشمال وشرق سوريا بشكل خاص تعيش في تحت ضربات الأزمات الاقتصادية، وخاصة منذ عام 2011 من قبل المجموعات الإرهابية والتشكيلات التي كانت تحارب على كافة الجغرافيا السورية. هذا الوضع بشكل عام كان له أثر سلبي على الاقتصاد بشكل عام. نعم، هناك كان عقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الاتحاد الأوروبي على سوريا بشكل عام كدولة. أما حاليا بخصوص قانون قيصر، بصراحة هذا القانون سلاح ذو حدين، ليس كسابقاتها كعقوبات التي حصلت منذ عام 2012 وحتى الآن. هذا القانون يعاقب كافة من يتعامل مع الحكومة السورية ومع سوريا، خاصة بالنسبة للشركات والدول وأيضا حتى الأشخاص ذات الشخصيات الاعتبارية، سوف يعاقب كل هؤلاء من يتعامل مع الحكومة السورية أو مع الدولة السورية. هذه العقوبات وهذا القانون وخاصة قانون قيصر سيكون له أثر سلبي على الوضع المعيشي بشكل عام. فإذا طبق هذا القانون لا اقتصادنا بخير ولا المواطن كذلك بخير. هناك تهريب متعمد من قبل كبار التجار والسماسرة وخاصة الدولار من مناطقنا باتجاه مناطق النظام وباتجاه مناطق أخرى، وهذا زاد عن سعر كافة المواد. تعلمون جيدا نحن عقدنا اجتماع في بلدة عامودة بخصوص دعم المواد الغذائية، خاصة مثل السكر والشاي والرز والحليب الأطفال، أسمنت، هذه المواد المدعومة. رغم ذلك تم إغلاق كافة المعابر في وجوهنا، ونحن الآن نعيش أزمة اقتصادية. إن لم يكن هناك التعاون والتعاون الدولي، نعم، قانون قيصر حتى الآن لم يتوضح بشكل صحيح بالنسبة للمناطق شمال سوريا وبالنسبة لسوريا بشكل عام. أما كقانون قيصر من حيث المبدأ يعاقب من يمول أي مادة أو أي بضاعة باتجاه المناطق السورية. كافة المنظمات والتحالف الدولي بفتح المعابر ومساعدتنا، وخاصة المواد الطبية والمواد الغذائية، لأننا نحن نعيش في حالة يرثى لها، خاصة بعد الغزو التركي لمناطقنا في كل من راس العين السريكانية وجريسبي تل أبيض، ونحن بحاجة ماسة لهذه المساعدات الإنسانية. نحن قدر الأمكان سنواصل بكافة السبل والوسائل مع التحالف الدولي ومع كافة المنظمات أن لا يشملنا هذا القانون.